البرازيل هي الدولة الأكبر في أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان، تتميز بتنوع ثقافاتها ولغاتها. تعد البرازيل واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، تضم العديد من المعالم الطبيعية الساحرة مثل غابة الأمازون وشلالات إيغواسو وشواطئ ريو دي جانيرو. تشتهر البرازيل بموسيقاها المتنوعة والشهيرة عالمياً مثل السامبا والبوسانوفا، كما تتميز بتراثها الفني والأدبي والمسرحي الغني. وإليك نظرة عن أفضل 10 أماكن سياحية في البرازيل. وقبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. بانتانال هي منطقة رطبة شاسعة تقع في البرازيل، وهي واحدة من أهم المناطق الطبيعية في البلاد. تتميز بانتانال بتضاريسها الخصبة والمنخفضة، والتي تغمرها الأنهار والبحيرات والمستنقعات خلال فترة الأمطار. تشتهر بانتانال بتنوعها البيولوجي الغني، حيث تعد موطناً لمجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور والنباتات. تعتبر بانتانال وجهة رائعة لمحبي الحياة البرية والطيور. يمكن للزوار مشاهدة العديد من الحيوانات المذهلة مثل الجاجوار والظباء والكابيبارا، والطيور الملونة مثل الأرة والتوكان والبجع، حيث يمكن للزوار استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والتجول في الأنهار والمستنقعات والغابات، ومشاهدة الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية. شلالات إيغواسو هي مجموعة من الشلالات الطبيعية الرائعة والمذهلة تقع على حدود البرازيل والأرجنتين. تعتبر إيغواسو أحد أكبر أنظمة الشلالات في العالم. تقع الشلالات في نهر إيغواسو، وهي جزء من حوض نهر بارانا. تمتد الشلالات على طول حوالي 2700 كيلومتر، وتتكون من حوالي 275 شلالاً مختلفاً بارتفاعات مختلفة. تقدم الشلالات مناظر طبيعية خلابة ومدهشة، حيث يتدفق الماء بقوة وجمال ويتشكل حولها غيوم من الرذاذ. يمكن للزوار استكشاف الشلالات من خلال الممرات والمنصات الموجودة في المنطقة، وتوفر هذه المنصات إطلالات رائعة على الشلالات والمحيط المحيط بها. تعتبر شلالات إيغواسو وجهة سياحية رائعة لمحبي الطبيعة والمغامرة. غرامادو هي مدينة سياحية تقع في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. تتميز غرامادو بالمباني الأوروبية الرائعة والتصميم المعماري الجميل، وتشتهر بطابعها الألماني البافاري. تحظى المدينة بشهرة كبيرة بفضل مهرجاناتها وأحداثها السنوية، مثل مهرجان غرامادو السينمائي الدولي، الذي يمنح تمثال كيكيتو للفائزين في هذا المهرجان، ويعتبر التمثال رمزاً للتميز والاحتفاء بالأعمال السينمائية المتميزة. تضم غرامادو أيضاً العديد من المعالم السياحية الجذابة مثل بحيرة نيغرو، وهي بحيرة جميلة تحيط بها المناظر الطبيعية الخلابة، وحديقة ميني أوروبا التي تعرض نماذج مصغرة مذهلة للمعالم الأوروبية الشهيرة. Thank you.
شاطئ إيبانيما هو واحد من أشهر الشواطئ في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، يقع في حي إيبانيما ويعتبر واحد من الوجهات السياحية الشهيرة في المدينة. يشتهر إيبانيما بجماله الطبيعي الخلاب ورماله الناعمة ومياهه الزرقاء الصافية. يعتبر شاطئ إيبانيما وجهة مفضلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج، حيث يتميز بالأمواج القوية والمناسبة لممارسة هذه الرياضة، كما يمكن للزوار الاستمتاع بأنشطة أخرى مثل السباحة ولعب الكرة الطائرة على الشاطئ. يحيط شاطئ إيبانيما بالعديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر، مما يجعله مكاناً مثالياً للاسترخاء وتناول وجبة لذيذة على الشاطئ. بالإضافة إلى ذلك، يوجد على طول الشاطئ العديد من الأماكن الترفيهية والمناطق العامة، حيث يمكن للزوار الجلوس والاستمتاع بالإطلالة الخلابة على المحيط. كواكوارا هي قرية ساحلية في ولاية سيارا بالبرازيل، وتعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في البلاد. تشتهر بشواطئها الرملية البيضاء الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة. يعد الشاطئ الرئيسي في جيريكواكوارا من أبرز الوجهات، ويوفر فرصاً رائعة لممارسة الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والغطس ولعبة كرة الطائرة المائية. تتميز جيريكواكوارا أيضاً بالعديد من الأماكن الطبيعية الرائعة مثل بحيرة لاغو دو بارازو والشلالات القريبة. ريو دي جانيرو هي مدينة ساحلية في البرازيل تشتهر بمعالمها السياحية الشهيرة. تضم المدينة جبل السكر الشهير، وهو جبل يعتبر رمزاً للمدينة ويوفر إطلالات رائعة على المناظر الطبيعية المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، هناك جبل الشرفة الذي يوفر منصة مشاهدة رائعة لمدينة ريو دي جانيرو. تتميز المدينة أيضاً بشواطئها الجميلة، بما في ذلك شاطئ إيبانيما الشهير الذي يعد واحداً من أشهر الشواطئ في العالم. ولا يمكن ذكر ريو دي جانيرو دون الإشارة إلى مهرجان الكرنفال، حيث يشهد عروضاً مبهرة للسامبا وفرحة عارمة تملأ شوارع المدينة.
باولو. هي أكبر مدينة في البرازيل وتقع في جنوب شرق البلاد وتعد مركزاً اقتصادياً وثقافياً مهماً. تشتهر ساو باولو بأعمالها التجارية والمالية والصناعية. تضم المدينة العديد من الشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية. تضم ساو باولو أيضاً مجموعة متنوعة من المعالم السياحية، بما في ذلك جسر أوكتافيو فرياس دي أوليفيرا الشهير الذي يشكل شكلاً فريداً بشكل حرف إكس. ويوجد أيضاً متحف الفن الحديث الذي يضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة. تعتبر بوليستا أفينيو واحدة من الشوارع الرئيسية في ساو باولو، وتعد مركزاً حيوياً للأعمال التجارية والثقافية. توجد في الشارع العديد من المتاحف والمراكز التجارية. سلفادور هي عاصمة ولاية باهيا في البرازيل، وتعد أكبر مدينة في شمال شرق البلاد. تشتهر المدينة بتراثها الثقافي الغني وتأثيرها الأفريقي البارز. تتميز سلفادور بمعمارها الكولونيال الجميل في منطقة بيلوريو، وهي المنطقة التاريخية والثقافية للمدينة. تضم بيلوريو مجموعة من المباني التاريخية القديمة والساحات الجميلة. يعد الكرنفال في سلفادور واحداً من أكبر المهرجانات في العالم. تتميز فعاليات الكرنفال بعروض السامبا الملونة والموسيقى الراقصة والأجواء الاحتفالية الممتعة. توجد العديد من الشواطئ الجميلة في سلفادور، مثل شاطئ بورتو دابارا وشاطئ فارازيرو. تعتبر هذه الشواطئ وجهات مثالية للاسترخاء وممارسة الأنشطة المائية، مثل ركوب الأمواج والغوص والتجديف بالقوارب. برازيليا هي عاصمة البرازيل وتعد إحدى المدن الحديثة والمخططة بشكل فريد في العالم. تم تصميم المدينة على شكل طائرة ورقية، حيث يوجد المحور الرئيسي الذي يشبه الجناحين والقاعدة، ويعبره محور مركزي يحتوي على العديد من المباني الحكومية والثقافية. تشتهر برازيليا أيضاً بمناظرها الطبيعية الخلابة، حيث تحتوي على العديد من الحدائق والبحيرات. يمكن للزوار استكشاف حديقة مدينة برازيليا وحديقة الشعب الوطنية وبحيرة بارانو. تحتضن المدينة العديد من المتاحف والمعارض الفنية التي تعرض ثقافة البرازيل وتاريخها. برازيليا تعد مدينة حديثة ومثيرة للاهتمام، حيث يمكن للزوار استكشاف تصميمها المعماري الفريد والاستمتاع بثقافة وجمال البرازيل في بيئة حضرية حديثة.
غابات الأمازون. غابات الأمازون هي واحدة من أكبر الغابات الاستوائية في العالم، وتعد وجهة سياحية مميزة. تمتد عبر مناطق شاسعة في البرازيل، وتغطي حوالي 60% من مساحة الغابات الأمازونية الكلية. تعتبر غابات الأمازون موطناً لتنوع بيولوجي هائل، بما في ذلك ملايين الأنواع من الحيوانات والنباتات. توجد رحلات بحرية في الأمازون تسمح للزوار بمشاهدة الحياة البحرية والاستمتاع بجمال المناظر المائية،